عاجل: الحرب الأهلية تغرق إثيوبيا في حمامات من الدم، وأمر عاجل من الرئيس السيسي لوزارة الأوقاف والتنفيذ فورا. ومفاجأة عن الوادي الموازي، تفاصيل مشروع ضخم يهتم به الرئيس السيسي، وعاجل حقيقة هروب الشناوي من الأهلي، وبيان نار للإعلامي مصطفى بكري على قانون السايس الجديد، وبيان خطير من السعودية حول قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب. في البداية جمعة مباركة على حضراتكم. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ل2000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها ووطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، ومفاجأة عن الوادي الموازي، تفاصيل مشروع ضخم يهتم به الرئيس السيسي. رصدت وسائل الإعلام المصرية معلومات حول تنفيذ الحكومة مشروع مستقبل مصر، والذي يقع ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة، والذي يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي. مشروع الدلتا الجديدة العملاق بيهدف لاستصلاح أكثر من 2 مليون فدان، وفق استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة، وما لذلك من مردود تنموي متكامل. تبلغ مساحة مشروع الدلتا الجديدة التنموي نحو 2.2 مليون فدان، من المقرر الانتهاء من استزراع 1 مليون فدان خلال عامين، تصلح لزراعة جميع أنواع المحاصيل. ويتميز بموقعه الاستراتيجي بالقرب من الموانئ والمطارات، ومنها ميناء الإسكندرية والسخنة ودمياط، ومطاري غرب القاهرة وبرج العرب، كما يرتبط بالطرق الرئيسية وشبكة عمران قائمة وجديدة، منها مدينة السادات وسفنكس والسادس من أكتوبر. ويستهدف مشروع الدلتا الجديدة تحقيق الأمن الغذائي لمصر، والحد من استيراد السلع الاستراتيجية، ومواجهة متطلبات الزيادة السكانية للسلع الغذائية، إلى جانب إضافة 30% مساحات زراعية جديدة من صافي أراضي الدلتا القديمة، فضلا عن توفير أنشطة متعلقة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي. كما يستهدف المشروع أيضا توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025، بالإضافة إلى إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكاني بالوادي والدلتا، وكذلك إقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات. تقدر صافي احتياجات المشروع من المياه يوميا ما بين 12.5 ل 15 مليون متر مكعب، حيث يعتمد المشروع على أنظمة ري حديثة لضمان ترشيد استهلاك المياه، وكذلك مصادر مياه غير تقليدية كمياه الصرف الزراعي المعالجة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مياه الصرف الزراعي من غرب الدلتا الجاري إنشاؤها نحو 6.5 مليون متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى المياه الجوفية من خلال ضوابط للسحب والاستخدام بما يضمن استدامة المخزون الجوفي هذا، وتتم زراعة 200,000 فدان للعام الثاني على التوالي باستخدام المياه الجوفية فقط. وبحسب مجلس الوزراء تم الانتهاء من استزراع 200,000 فدان، في حين جار الانتهاء من زراعة 250,000 فدان خلال عام 2021، كما تم استخدام 1600 جهاز ري محوري مطور. هذا ووفر المشروع حتى الآن نحو 207,000 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، بينما يبلغ حجم استثمارات معالجة مياه الصرف الزراعي وتنفيذ البنية التحتية والاستصلاح الزراعي بالمشروع نحو 300 مليار جنيه. المشروع بيركز على المحاصيل الاستراتيجية كالذرة والقمح والسكر وغيرها، والمحاصيل البستانية، مستهدف زراعة الفاكهة والخضروات بأنواعها وغيرها، وفيما يتعلق بالنباتات الطبية والزيتية مستهدف زراعة فول الصويا وعباد الشمس والكتان والبابونج وغيرها.
مصدر معانا كان من الأهرام. نتمنى إن شاء الله الخير لمصر، المشروع ده يتم على خير لأنه هينقل مصر لحتة تانية بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وأمر عاجل من الرئيس السيسي لوزارة الأوقاف والتنفيذ فورا. رئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزارة الأوقاف بتكوين جيل متميز من الأئمة والدعاء المستنيرين لصياغة رأي عام ديني منضبط مع الحفاظ على ثوابت الشرع. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي بأن الرئيس السيسي تابع جهود وزارة الأوقاف في تطوير هيئة الأوقاف فضلا عن تدريب وتأهيل الأئمة، وكذلك نشاط الوزارة في مجال التأليف والترجمة. وعرض وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة جهود الوزارة في إدارة أموال هيئة الأوقاف، وذلك لضمان تنمية أعيان واستثمارات الأوقاف وتحقيق أعلى عائد منها، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار باستمرار جهود الحفاظ على مال الوقف وتنمية هذا المال وحسن إدارته. الرئيس السيسي اطلع على خطة وزارة الأوقاف بشأن تدريب الأئمة، وجه بتعزيز جهود دعم الأحوال المالية للأئمة وتكثيف البرامج التدريبية العلمية والثقافية عالية المستوى الموجهة لهم، سواء بأكاديمية الأوقاف الدولية أو بالتعاون مع المؤسسات المعنية بصناعة الوعي وبناء الشخصية، وذلك تعزيزا لاستراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطي الرشيد ومبادئ صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال تكوين جيل متميز من الأئمة والدعاة المستنيرين الذين يستطيعون صياغة رأي عام ديني منضبط على نحو يراعي المستجدات وينتهج فقه الواقع دون الإخلال بالحفاظ على ثوابت الشرع. مصدر معانا كان من RT. طبعا توجيه عاجل ومهم من الرئيس السيسي لوزارة الأوقاف، شيء في منتهى الأهمية، يعني صناعة جيل من الأئمة يبقى محافظ على الشرع ويواكب يعني هذا العصر اللي احنا عايشين فيه في الوقت الحالي، ويبقى متوازن ووسطي وغير متشدد. ده مهم جدا. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر وعاجل. الحرب الاهلية تغرق اثيوبيا في حمامات الدم. اعلنت لجنة حقوق الانسان التابعة للحكومة الاثيوبية ان 150 شخصا قتلوا بسبب هجوم مسلح في منطقة أوروميا غرب إثيوبيا الأسبوع الماضي. وفقا لقناة روسيا اليوم، نقلت اللجنة في بيان أصدرته عن سكان محليين في منطقة جيدا كريمو قولهم إن منفذي الهجوم الدموي الذي وقع في 12 أغسطس كانوا من عناصر جماعة جيش تحرير أورومو المنشقة عن جبهة تحرير أورومو المعارضة. ونفى جيش تحرير أورومو في بيان له تورطه في الحادث. شهدت إثيوبيا في وقت سابق العام الحالي اشتباكات دموية بين أبناء قوميتي أورومو وأمهرة، وهما أكبر قوميتين في إثيوبيا. حذرت الممثلة التجارية للولايات المتحدة كاترين تاي من أن انتهاكات الجيش الإثيوبي في إقليم تيجري قد تضر بأهلية إثيوبيا لتصدير البضائع لأمريكا بموجب قانون النمو والفرص في إفريقيا الأمريكي. بحسب وكالة بلومبرج الأمريكية، صدرت إثيوبيا لأمريكا بقيمة 239 مليون دولار عام 2019 بموجب قانون النمو والفرص في إفريقيا. وبحلول يونيو 2021 بلغت الصادرات الإثيوبية لأمريكا هذا العام 128.7 مليون دولار فقط، معظمها منسوجات ومصنوعات جلدية. وخلال اجتماع افتراضي مع كبير المفاوضين التجاريين الإثيوبي مامو ميهيريتو، طرحت المفاوضات التجارية الأمريكية كاترين تاي المسألة للانتهاكات الحقوقية للقوات الإثيوبية في إقليم تيجري، محذرة من أنها قد تضر بأهلية إثيوبيا للاستفادة من قانون النمو والفرص في إفريقيا. بموجب قانون النمو والفرص في إفريقيا استفادت 38 دولة إفريقية في 2020 من إمكانية الوصول إلى الأسواق الأمريكية وتصدير بضائع معفاة من الضرائب. من المفترض أن ينتهي أجل القانون عام 2025، ويحق للممثلة التجارية الأمريكية أن تطلب من رئيس بلادها حرمان دول معينة من الاستفادة من فرص القانون إن لم تستجب لشروط أو تحذيرات موجهة إليها من أمريكا. وزي ما حضراتكم عارفين إن في مايو اللي فات فرضت أمريكا قيودا على التأشيرات
وعقوبات اقتصادية على بعض المسؤولين الحكوميين والعسكريين من إثيوبيا وإريتريا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز. نتل مع بعض الخبر آخر وعاجل حقيقة هروب الشناوي من الأهلي. كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة غياب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أمام الجونة ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري للضغط على إدارة القلعة الحمراء للموافقة على انتقاله إلى الدوري السعودي. قال شوبير على برنامجه الإذاعي مع شوبير: وكيل الشناوي أكد عدم وصول أي عروض من الدوري السعودي سواء من الهلال أو النصر مثلما أكدت عشرات المرات. وأضاف شوبير: البعض قال إن محمد الشناوي غاب عن مباراة الأهلي والجونة الأخيرة بسبب امتلاكه عروضا من الدوري السعودي، لكن هذا غير صحيح. درجة الشناوي كانت مرتفعة جدا قبل اللقاء واللاعب ركب محاليل. وتابع شوبير: الشناوي غلط غلطة، وقال إن المفروض كان الشناوي أجل تطعيم شوية، لكن مفيش حاجة اسمها غاب عن المباراة بسبب وصول عرض له الحارس سافر الجونة وكان متواجد مع الأهلي، وتعادل الأهلي مع الجونة 3-3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب خالد بشارة. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان ناري من الإعلامي مصطفى بكري على قانون السايس الجديد. انتقد الإعلام المصري مصطفى بكري قانون تنظيم انتظار المركبات أو ما يعرف إعلاميا بقانون السايس، مبينا أن القانون تسبب بحالة من الإرباك بالشوارع والميادين العامة. وأضاف بكري خلال برنامج تلفزيوني: الحكومة بدل ما تحمي الناس من ظاهرة السايس قررت فرض نفس الفلوس بشكل إجباري ولكن بشكل قانوني، ولكن من خلال قانون السايس الجديد. كفاية الأوضاع المجتمعية اللي عايشينها، الناس بجد تعبانة، لازم نبقى حنينين، الناس هتجيب منين؟ بكري ناشد الحكومة تخفيف العبء على المواطنين ومراجعة الأسعار المطروحة في قانون تنظيم انتظار المركبات الجديد، قائلا: الناس تعبانة وكفاية الأوضاع المجتمعية التي نعيشها ولازم نبقى حنينين على الناس. وينظم القانون الجديد رقم 150 لسنة 2020 انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات في مصر. ويشترط القانون الجديد بعض النقاط التي يجب أن تتوافر في من يزاول نشاط تنظيم المركبات، وهي ألا يقل عمره عن 21 سنة، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية، ولا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. وقامت محافظة الجيزة بتنفيذ القانون في بعض شوارع حي الدقي وتحصيل الرسوم وفقا للائحة التي تم اعتمادها، وهي 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الخاصة، و20 جنيه للانتظار المؤقت لسيارة النقل، و30 جنيه للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة، و300 جنيه شهريا للمبيت أسفل العقار. مصدر معانا كان من القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وهل أنتم مع هذا القانون أم لا؟ أترك ليكم التعليق. ننتقل مع بعض لآخر خبر معانا وسريع، وبيان قطير من السعودية حول قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب. عبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن أسف حكومة المملكة لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء في كل من المغرب والجزائر. وأعربت الخارجية السعودية في بيانها عن أمل حكومة المملكة في عودة العلاقات بين البلدين بأسرع وقت ممكن. المملكة دعت الأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يساهم في فتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين، وبما يعود بالنفع على شعبيها ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة ويعزز العمل العربي المشترك. كانت الجزائر قررت الثلاثاء الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة المغرب بالقيام بأعمال غير ودية وعدائية ضدها. المصدر معنا كان من موقع وزارة الخارجية السعودية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. بإذن الله أشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو ومتابعة للصفحة، ولو حضرتك استفدت من الأخبار ما تنساش تعمل مشاركة للفيديو على صفحتك الشخصية أو في المجموعات عشان غيرك يستفيد. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.